كيف يكون الحوار القرآني؟ يعني عندما يتكلم رب العزة سبحانه وتعالى مع غير المسلمين، تسمع كده قول الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ده تعقيب على قصة أصحاب الجنة بعد أن عرفهم قدرته على عقابهم في الدنيا. أصحاب الجنة دول الشباب اللي راحوا عايزين يحصدوا الحصاد قبل ما الفقراء يجوا يشوفوهم، فعايزين ياخدوا كل حاجة لنفسه. فأراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يعلمهم أنه هناك قانون في الحياة، قانون للتفكير قبل أن يكون قانون للأداء. هناك قوانين للتفكير في الحياة قبل أن يكون هناك قانون للتطبيق. في الغالب المشرعين في المحاكم الدستورية، في المجالس، مجلس الشورى مثلا في مكان ما، أو مجلس الشيوخ أو كذا، الناس دي هي اللي بتفكر وتحط قوانين، تمام؟ وبعدين تبثها في المجتمعات، والناس ليس عليها إلا أن تنفذ. فالناس في هذه الحالة منفذ لقانون تم وضعه بالفعل. الله سبحانه وتعالى لما أنزل لنا دستور قرآني، أنزل لنا دستور يلزمنا بالتفكير قبل التطبيق، يلزمنا بالإيه؟ بالتفكير قبل التطبيق. فعندنا قانون فكري، قانون فكري قبل أن يكون عندنا قانون تطبيقي. فعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه ما هكذا تورد الإبل، يعني مش دي الطريقة اللي ممكن تحصلوا بها أموال، إنك تمنع حقوق الآخرين أو تستأثر بها لنفسك. فأذهب الله تبارك وتعالى عليها، فأذهب الله تعالى عنهم ما كانوا فيه من رغد العيش، وما كانوا فيه من 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 ثراء إلى آخره. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. في التعقيب على ذلك: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعني كذلك العذاب، خلي بالك، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فإنتوا كان عندكم جنة واحدة اللي هي حديقة واحدة بس، استخسرتوها في نفسكم للأسف الشديد، فأذهبها الله تعالى. طب الناس اللي ما عندهاش خالص، إذا تعلقت بالله تبارك وتعالى حق التعلق أوجد الله عز وجل لها جنة لا يستطيع أحد من الخلق أن يطلع عليها ولا أن يراها ولا أن يدرك أسرارها إلا هم، بما عرفهم الله تعالى في نفوسهم من الرضا وفي قلوبهم من الاستقرار. اتفقنا كده؟ تمام. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إيه رأيكم؟ يعني مبدئيا كده خلينا نحط القاعدة دي أو الاختيار ده أو الموازنة دي أمام أهل العقل. فإما أن يكون الإنسان عاقلا مفكرا فيختار الأصوب، وإما ألا يكون لديه عقل فيخرج عن دائرة النقاش. عارفين كده لما بنعمل مسابقة عشان نطلع منها تصفيات، فبيتقدم للمسابقة 200 بني آدم، التصفيات تطلع منهم كام؟ تطلع منهم 20، أنت طلعت 180، طلعت العشر، مش كده برضو؟ فتخيل أنت 20 بس هم اللي داخلين على التصفيات، وبعدين التصفيات نفسها مراحل. فخلينا نشوف حد كبير نكلمه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إيه رأيكم؟ إذا قالوا نعم نجعل المسلمين كالمجرمين، فقد خرقوا نواميس الكون. ما ينفعش في أي حال من الأحوال. يا تتعامل مع واحد داخل بيتك بإذنك زي ما بتتعامل مع واحد داخل يسرق، هل ده معقول؟ تتعامل مع واحد جاي يخبط على بابك عشان يقول لك أنا بتقدم لبنتك أو بخطبها، أو واحد جاي يعتدي على من في البيت، ما ينفعش. حد في البيت، حد مقابلك في الشارع بيقول لك لو سمحت أنا محتاج منك 10 دولار، لو سمحت سلفهم لي، أو حد جاي يسرقك ويقطع، it doesn't make sense. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فيجيبهم الله سبحانه وتعالى: ما لكم كيف تحكموا؟ طيب، احتمال يكون اللي انتم بتتكلموا فيه ده موجود في كتاب قريتوه، يعني somewhere، يعني في مكان ما، خلاص؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ عندكم منهج؟ حد منزل لكم كتاب تاني بيقول لكم غير اللي الناس كلها عارفاه والبشرية والعقل؟ أم لكم كتاب فيه؟ لو عندكم كتاب يا سيدي اختار وأنا هوفيه. من تمام العدل أن تجعل خصمك يحكم.
ده هذا مش تمام العدل كمان، ده تمام الفضل. يبقى تعتك مستوى العدل أن يحكم حاكم في الوسط، لكن من تمام الفضل أن تقول له هذه مسألتي بيني وبينك واحكم فيها بما شئت. تمام؟ فيقول الله تبارك وتعالى إن لكم فيه لما تخيرون. طيب إذا ما حصلش عندكم كتاب، إحنا بنقول في كتاب عندنا هو اللي هو منهج الله سبحانه وتعالى، القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإحنا بنتكلم به. فعندكم كتاب أم لكم كتاب في يد الرسول؟ إن لكم فيه لما تخيرون. طيب أم لكم علينا، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ يعني تخيل أنت ربنا سبحانه وتعالى بيسأل الكفار يقول لهم إيه؟ يا ترى إحنا وقفنا كده قصاد بعض في يوم من الأيام وأنتوا حلفتوا علينا يمين، فإحنا ملتزمين باليمين هنوفي بيه؟ إيه رأيك؟ يعني إحنا إما بيننا وبعض عقد مكتوب، أو بيننا وبعض اتفاق نظري. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ الكلام ما ينفعش في سياقه أصلا، لأنه بعد شوية حيموت البعيد. يعني حتى لو قال أنا لي عندك يمين يا رب، ما أنت كده كده جاي لي، فما عندكش استمرارية اليوم القيامة بأي حال من الأحوال. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. تاني إن لكم لما تخيرون، إن لكم لما تحكمون. يا سيدي أنت الحكم وأنت الخصم، واللي بدك إياه سويه وأنا همشي معاه، بس تتكلم بالمنطق، تتكلم بالمنطق بالمعروف. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم. يعني خلاص إحنا مش قادرين نتكلم مع بقية الناس، ما حدش بيرد علينا، طب خليهم يختاروا من وسطهم من يتكلم، سلهم أيهم بذلك زعيم. الله سبحانه وتعالى عندما يسوق مثل هذه الأدلة، لما تقرأ لآخر السورة والله ترى عجبا، ترى عجبا الحوار القرآني مع المشركين. بس هنقصر علشان الناس اللي بتنام على روحها دي، ربنا يبارك في الجميع ويبارك في جهودكم يا رب، وأسأل الله سبحانه أن يجعل ما تبذلون في يومكم في ميزان حسناتكم. والله يا أسأل الله سبحانه، أنا يعني من الفجر شغال فعارف وش هو حاصل، والله بدي أغمض أنا كمان، بس حدا يتكلم مطكاني الله يرضى عليك. فأسأل الله سبحانه لكم البركة يا رب العالمين. فرب العزة سبحانه وتعالى حينما يسوق هذا الحوار النقاشي يسوقه لأمرين. الأمر الأول إلزام الحجة للمشركين المعاندين للدعوة، يقول له تعالى الحجة عليك أسلم تسلم. الأمر الثاني أن يعلم المسلمين كيف يحصل النقاش على أعلى مستويات الرقي. فأنت هتجادل مع حد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يضع المنهج كده، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. على كل المستويات، سواء كنت بتبادر بالكلام يكون على مستوى أحسن، ولو بترد على الكلام يكون بمستوى أحسن. فكذلك ينبغي أن يكون المسلم في حالاته كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أرشد القول، وإلى أحكم المنطق، وإلى أصدق اللفظ، وإلى أخلص النية. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نفوسا صافية نقية، وقلوبا تقية مطمئنة. أسألك ربنا أن ترجح عقولنا وأن تهدينا إلى أحسن القول وأحسن العمل. جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكم، وسلام عليكم.